الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب، سيدي أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدي يا رسول الله، رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فضل فضائل لم يعطها في العالمين سواك. لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك. ماذا يفيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك. أيها الأكارم، يطيب لي في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذه الجمعة الغراء أن أحدثكم عن علم كبير وجبل أشم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فمن هو حمزة ابن عبد المطلب؟ هو حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن، قيل بسنتين وقيل بأربع سنوات. إذن هو ترب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الترب في اللغة بتعني من عاشوا في فترة واحدة، من عاشوا في فترة واحدة يسموا تربا. لذلك الله عز وجل في القرآن كما تعلمون قال عربا أترابا، عربا أترابا أي كلهم في سن واحدة أو متقاربون في السن. وانظر إلى الأدب الجام لسيدنا حمزة، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ولما يسأل يقولون له أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الرد الجميل، كان يقول لهم النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله، النبي أكبر مني غير أني ولدت قبله. انظر إلى أدبه رضي الله عنه. طبعا يعني عندنا معلومة خاطئة، كنا نظن أن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر أبناء عبد المطلب، وهكذا صوروا ذلك في الإعلام والأفلام كما تعلمون، ولكن الصواب آخر أبناء عبد المطلب كان حمزة بن عبد المطلب، وكان أكبر من النبي بسنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات كما قلت آنفا. أبوه هو عبد المطلب، وقلت سابقا عبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة الحمل، وأمه هي السيدة هالة بنت وهيب. أم سيدنا حمزة هي السيدة هالة بنت وهيب، تقرب لمين؟ تقرب لوالدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت عم السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام. وأظن والله أعلم أن السيدة هالة هذه هي التي رشحت آمنة لعبد المطلب أن يختار السيدة آمنة زوجة لابنه عبد الله، والعلم عند الله عز وجل. سيدنا حمزة كان من زوجاته السيدة بنت الملة بنت مالك الأوسية الأنصارية، وكان من زوجاته السيدة خولة بنت قيس والسيدة سلمة بنت عميس. سيدة سلمة هي أخت الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، زوجة أبو بكر الصديق وزوجة جعفر الطيار كما تعلمون. وهؤلاء النسوة أنجبوا له عامر وعمارة وأمامة ويعلى وفاطمة، لذلك كان يلقب ويكنى بأبو عمارة، هذا الاسم كان مشهورا به رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، كيف أسلم حمزة بن عبد المطلب؟ لتعلم أن الهداية من الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن دعوته لم يستجب حمزة في البداية، وسبحان الله كيف هداه الله عز وجل. سيدنا حمزة كان فارسا شجاعا لا يشق له غبار، وكان من عادته ومواهبه الصيد،
فكان يذهب إلى الصحراء ويتصيد الفرائس وربما اصطاد الأسود. فكان من عادته أن يذهب في الصباح وفي آخر النهار يعود ثم يذهب إلى البيت، وكما تعلمون كان الكفر أيضا يعظمون البيت الحرام. سبحان من اختار هؤلاء حتى يحملوا دين النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام ذهب بصيده وفي طريقه اعترضته جارية لعبد الله بن جدعان، فقالت له: يا أبا عمارة، لو سمعت ما سمعته اليوم من سب أبي الحكم لابن أخيك، وتعني أبو جهل، لكان لك شأن آخر. فوقف واستمع إليها، فقالت له: قال في حقه كذا وكذا، وسبه بأقزع الألفاظ. فما كان من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا أن توجه كالسهم الصائب واتجه إلى أبي جهل وهو يجلس في حجر الكعبة، وبدون أي مقدمات أخذ قوسه وشج رأسه، بدون أي مقدمات توجه إليه وضربه بقوسه فشج رأسه، وأخذ الدم يسيل من رأس أبو جهل. ثم أخذ بتلابيبه، أمسكه من تلابيبه وقال له: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ انظر إلى سبحان الله، عندما تقف مع هذا الموقف الله عز وجل هو الذي أتى به، وإن كان حمية لابن أخيه في البداية، ولكن الله عز وجل شرح صدره للإسلام. قال: تسب محمدا وأنا على دينه، أقول بما يقول؟ سبحان الله، أسلم حمية لابن أخيه وأخوه في الرضاعة، لأن السيدة سويبة مولاة أبي لهب هي التي أرضعت النبي وأرضعت حمزة، فهما إخوات من الرضاعة أيضا. فسبحان الله، كما قرأت أن سيدنا حمزة وقف مع نفسه وأخذ الشيطان يعني يلومه: ماذا فعلت؟ كيف تخرج من هذه الورطة التي أوقعت نفسك فيها؟ وأخذ الشيطان يجوب في رأسه، فما كان منه إلا أن ذهب إلى ابن أخيه وقال: حدثني. فلما حدثه انشرح صدره رضي الله عنه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم الحمزة، وصار منذ ذلك الوقت أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تناسى الحاضرون الدم الذي يسيل من وجه أبي جهل، وفكروا في المصيبة التي حلت بهم، فكان حمزة هو أشجع شجعان وفرسان قريش في ذلك الوقت. مصيبة حلت بهم أنستهم ماذا حدث لكبيرهم وزعيمهم. أعز الله عز وجل الإسلام بحمزة. ما كان يستطيع المسلمون المستضعفون في ذلك الوقت أن يصلوا في الحرم، في بيت الله الحرام، لما أسلم حمزة وأسلم عمر بن الخطاب خرج المسلمون يعلنونها ويصلون في حجر الكعبة غيظا وكمدا لقريش بقوة وشجاعة حمزة رضي الله عنه، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة في الهجرة، عشان أعرفك شجاعة حمزة، من حمزة حتى ينال هذا اللقب سيد الشهداء، كل الصحابة هاجروا سرا وكانوا جماعات حتى لا تؤذيهم قريش، إلا عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب والزبير بن العوام، خرجوا جهارا نهارا يعني يتحدون قريش بأسرها رضي الله عنه. لتعلم من هو الحمزة، أول راية عقدت في الإسلام كانت لحمزة بن عبد المطلب، أول راية عقدت للإسلام عقدها النبي كانت لحمزة بن عبد المطلب. وتجلت شجاعة سيدنا حمزة في غزوة بدر رضي الله عنه، ففعل الأفاعيل بقريش، حتى كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون: صاحب النعامة الحمراء هو الذي فعل بنا الأفاعيل. سيدنا حمزة كان من عادته في الحروب يضع على رأسه ريشة نعام، فكلهم يجوبون كالجبل الأشم، قالوا: هذا صاحب الريشة الحمراء هذه الذي فعل بنا الأفاعيل. وجرت قريش أذيال الخيبة قدامة وذهبوا. أبو سفيان لا يدري على من يبكي. كفر قريش بأسرهم، دفنوا في قليب يسمى بقليب بدر. وهنا أفتح مجالا من المشهور عندنا أن هناك غزوة بدر وهي المشهورة، أقول لكم هناك غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الصغرى، فاقرأوا عنها يرحمنا ويرحمكم الله عز وجل. أبو سفيان كما قلت أخذ يجر أزيال الخيبة والندامة، وقريش تبكي على صناديدها،
فأعدوا العدة لحرب كبيرة يلتقي فيها جيش الكفر مع جيش الإيمان. وكان المقصود في الحرب التالية شخصين، النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وثاني شخصية مطلوبة هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب. لذلك أوكلوا له رجل خاص به يركز المهمة على قتل حمزة رضي الله عنه، هو وحشي بن حرب. سيدنا وحشي بن حرب أسلم بعد ذلك، كان في وقتها كان عبدا حبشيا لجبير بن مطعم، وجبير بن مطعم وقتها قتل عمه في غزوة بدر، فأراد أن ينتقم من سيدنا الحمزة. ثم أخذوا وحشي وذهبوا به إلى هند بنت عتبة، وهند بنت عتبة كان مصابها جلل. هند بنت عتبة هذه هي زوجة أبو سفيان، قتل في معركة بدر والدها عتبة بن ربيعة، وأخوها الوليد بن ابن عتبة، وعمها شيبة بن ربيعة. فأخذت تغري وحشي بذهبها، قالت إن قتلت حمزة لك كل هذا الذهب. إذن سيدنا وحشي في هذه الفترة يبحث عن مال يغتني به، ويبحث قبل كل ذلك عن حريته، فالحرية هي أغلى ما يملك الإنسان بعد دينه إذا كان له دين. لذلك سيدنا وحشي أقول لكم يقص بقى ما حدث في غزوة أحد، وأختم الخطبة الأولى. سيدنا وحشي يقول: ذهبت إلى معركة أحد وأنا أبحث عن حمزة وحده، فوجدته كالجبل الأشم، ووجدته يعني كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه، لا أحد يقف أمام سيدنا حمزة. فيقول: فاختبأت خلف حجر أو شجر، وعندما وجدت موضعا جيدا كان يجيد الضرب بالرمح، لما وجد موضعا جيدا أخذ رمحه وهزها ثم ضرب بها حمزة بن عبد المطلب فأصابت بطنه وخرجت من دبره. وهذه المنطقة هي منطقة الموت بلا ريب، لأن فيها معظم الأعضاء كما تعلمون، فإذا أصيب فيها أدركه الموت. يقول وحشي: فلما دخل الرمح في جسده أخذ يقاوم ويقوم نحوي يريد أن ينتقم، تتكلم عن الشجاعة في أبهى صورها، ولكن أعجزه الرمح الذي دخل في بطنه ووقع صريعا رضي الله عنه. لما مات سيدنا الحمزة رضي الله عنه قال وحشي: أخذت الرمح من جسده ثم ذهبت إلى خيام الكفار فكنت لا أبحث عن غيري، انقضت مهمتي ولم يقتل أحدا بعده، وكان ذلك فداء لمهمته. يعني هذا يعني أقول ماذا حدث بعد ذلك، ده نتعرف عليه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرأ كتاب. سيدي يا رسول الله، وفيك تفيض المحابر شوقا وتهف النفوس حنينا إلي، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح صدر يصلي عليه. أيها الأكارم، أقول في إيجاز غير مخل أن معركة أحد انتهت وهزم المسلمون لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو المسلمين انتصروا في معركة أحد لهان عليهم أمر رسول الله بعد ذلك طيلة عمرهم، يقولون عصيناه قبل ذلك وما حدث شيء. لذلك كان الدرس قاسيا جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل، وأشيع في المعركة أنه قتل بالفعل. فبعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه حتى جاء إلى جثمان حمزة، وهنا يعني هال النبي صلى الله عليه وسلم الموقف. هؤلاء الكفرة لم يكتفوا بقتل حمزة وأصحابه، ولكن مثلوا بجثث الصحابة الكرام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جثة أخيه ويعني أخوه وعمه الذي كان يحبه حبا جما، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحمل هذا الموقف وبكاه وجز على سنانه من الغيظ حنقا عليهم، وقال: لا أصاب بمثلك أبدا، لا أصاب بمثلك أبدا. وأخذ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ويقول: لئن أصفرني الله عليهم لأقتلن 70 منهم ولأمثلن 70 منهم، لأن اللي قتلوهم 70 من الصحابة ومثلوا بهم. وأخذ الصحابة يقولون: لئن أصفرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثل ما سمع بها العرب قط. وانظر إلى جلال الله عز وجل،
الذي أكرم حمزة حيا فكان سيد الشهداء أكرمه ميتا، فأنزل الله عز وجل في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يعدل المسار للنبي ولأصحابه وللأمة بأسرها. فقال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم يختار الله عز وجل ما يليق بالنبي، فقال له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. الله عز وجل اختار له الصبر: لا تفعل هذا، هذا لا يليق بك يا محمد، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأقول ختاما: من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وحشي بن حرب للإسلام، كان أعز الناس على قلب النبي عمه، ولكن وحشي لما أراد الإسلام ضاقت به السبل، ينتقل من مكة إلى الطائف ثم يهرب من الطائف إلى بلد أخرى، حتى أرشده ناصح قال: اذهب إلى رسول الله فإنه يقبل الناس. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه شيء وكانت دعوته محض افتراء، والله ما قبل وحشي أبدا. فلما ذهب إليه وحشي قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة المصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، قال له: غرب عني ما استطعت، إذا استطعت ألا تريني وجهك فافعل. فكان يفعل سيدنا وحشي ابن حرب هذا حتى لا يكسر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: كان أحب الناس إلى قلبي حمزة رضي الله عنه، وعشان سيدنا وحشي يكفر عن ذنبه أعد نفسه لمهمة عظيمة وهو قتل مسيلمة الكذاب. أخذ يترصد الأمر وقال: أنا قتلت حمزة ولن أغفر لنفسي حتى أقتل مسيلمة. وذهب إليه بنفس الحرب التي قتل بها حمزة بن عبد المطلب، وترصد له في معركة اليمامة، ولما وجد موضعا أصابه بحربته فقتله. فكان يقول: قتلت بحربتي هذه أحب الناس وأعز الناس، يعني حمزة، وقتلت بها شر الناس، يعني مسيلمة الكذاب. والعجيب، كل العجب، أن تجد القاتل وحشي وأن تجد المقتول حمزة كلاهما في جنات رب العالمين. الله عز وجل يقول لنبيه، انظر إلى هذا الدين العظيم، الله عز وجل يقول لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله، ببركة هذه الآيات وجدنا عكرمة ابن أبي جهل في الإسلام، ووجدنا خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة في الإسلام، ووجدنا وحشي بن حرب في الإسلام، كلهم مع إمامهم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم تب علينا أن نتوب، اللهم اغفر لنا العيوب والذنوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم تجاوز بفضلك عنا، اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين، اللهم خص بذلك أهلنا في غزة وفي لبنان والسودان. آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.